الحمد لله مرتاح. انا بدي اعمل جو مع كوبا قبل دخل خسرنا نوعيه بسال نحب نحلها ونشوفها. خسرنا اول مره تحط قدامي نحب نشوفها كيفاش تخدم تتصلح ما تصلحش وكيفاش تتصلح. جل الشباب ما يحبش يخدم حمامه الهجره لبرا حاجات كيما هكا ما يمشي يقعد يكسر في راسه يتعلم الصنعه وقداش شغل اللي تعلم وحب الوقت ما نعرفش كيفاش تفكيرهم هما كيفاه على والله. انا اسمي محمد اساسي فتح تصليح كوب انواع الكوب الكل اللي كمان حاليا عندي في الخدمه هذه حكيت 25 سنه زدت بغرام جيت لهنا انا صغير تعلمت صنعه بشويه 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 لين تعلمت كل شيء عندي كليوناتي الحمد لله بها اول مره غلطت نغلط بشويه 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 لين تنس واحده واحده نغلط مفتاح نعاود مفتاح اخر وهي ماشي اليوم المفتاح ناخذوه نحطوه تحط على الماكينه ويتعدى الماكينه فيها بروس نظف فيه البروس ونعطيك مفتاح ولا كتجيب لوكيس نفركوه نحلوه ونخدمه من المبرد بسنة بسنة حتى لين تكمل ومن بعد ترجع تركبتي ونوعية الكوبة شنية فهم اللي يتصلح فهم اللي متصلحش. تصلح الكفر نتاع مخزن الكفر نتاع بيروات يعني سبيسيال العاديين صعيب شوي كانت نحو حاجه مستحيل باش يسكر باب داره ويسحق مفتاحه ولا معاش ياخذ يا اخو بلوكيز جديد ويركبوا اي خدمه اللي خدمتها على مدى العام ما تموتش. الحمد لله نخدم زامير ننصح الكليون هذه باهيه هذه خايبه هذه ما تجيش من غير ما نقول له راي هذه تجي وهي مش ما تجيش ولا نحب نغش ولا ما عنديش الحكايه هذه حاليا الوقت هذه حاليا واحد برك يكفي تو كيما اليوم انا عندي برشا خدمه مانيش عارف كيفاش نعمل ولي نبدا بشوي بشوي ما فهمش خطر في المهنة تعب بدني كاو تعب ساعات عادي عاد نهار كامل وقف مرتاح ساعات ما يلقاش وقت باش يفطر ولا ما يلقاش يمشي يصلي ولا خرجت من هنا كل شيء يقعد هنا الحمد لله كليونات كل باهي شباب تو يحبوا يتعلم صنعة وسايب عليهم الهم لا ولا يحب يقرا يقرا واللي يحب يتعلم صنعة يتعلم صنعة حتى كان ما فلحش في قرايته وقع عنده صنعة في يده وتعلمها. انا حد خمسة ابتدائي مانيش قاري مانيش اني واصل لفو معي والحمد لله يبدا من الصفر حتى يوصل اللي يحب عليه احنا ناس باب سعدون بل البلديه بل الاخوات من التسعة بريسك حتى الخمسة خمسة ونص وفي السيف نوالي حتى الستة ستة ونص مرحبا بالناس كلهم.